ده كل المجهود اللاعبين، ده اول شيء، وكابتن محمود الخطيب اللي بيسهر على لتلبيه طلبات الجمهور كله، الجمهور المصري والجمهور الاهلاوي. وده الحمد لله كانت مباراه صعيبه جدا بالنسبه لفريق كبير زي فريق الرجاء، وجمهور عظيم زي جمهور الرجاء اللي احنا شفناه واتفائلنا بيه، والحمد لله دست الامور على خير وعلى اكمل وجه، ونحمد ربنا ان التاهل اللي جانا صعيب صعيب بالذات من هنا من المغرب. كان فيها كان شد عصبي، يعني جاز المستوى الفني ما كانش يعني على مستوى الفريقين، طبيعي شد الاعصاب والجمهور اللي كان موتر الفريقين، انما في النهايه المباراه خرجت وفريق كسب وفريق خسر، ودي حال الكوره. والله احنا كلنا اخوه، ده في النهايه وفي الاول وفي الاخر ده ماتش كوره، انما احنا كلنا اخوه وكلنا عرب وكلنا مسلمين، فما فيش فرق. الاهلي ربح، الرجاء ربح، ما فيش مشكل، يعني ما كاين مشكل في الامر. يعني جماهير الرجاء نتمنى ان هم يشجعوا الاهلي في المباريات القادمه، لان احنا رجويه، لما بيكون الرجاء بيلعب احنا بنشجع الرجاء. كان ماتش صعب النهارده، ولكن يعني اللعيبه عملت اللي عليها والحمد لله ادينا بشكل كويس الشوط الاول والشوط الثاني، رغم الضغط مع الجماهير وشفنا صعوبه واحنا داخلين يعني بطريقه ما نتخيلهاش، وجمهور الرجاء جاء عندنا في مصر ودخلوا والحمد لله كان بخير، لكن الحمد لله ربنا قدرنا وعرفنا. والله واحنا يعني بنتعامل معاهم وفي نفس الوقت هو شعب محترم وتعامل كويس. ايوه تمام. بعدين احنا كمصريين مقيمين هنا، فتعامل كويس ما بيننا وما بين الشعب، يعني الحمد لله.